تيجي الثانوية العامة، ناس كتير مفكرة إن الثانوية العامة هي نهاية المطاف أو إنها بتحدد مستقبل ولاده، وده طبعا اعتقاد خاطئ. هي بتساعد بس، لكن ما بتحددش أي مستقبل ولا حاجة، لأن مستقبل ابنك بإيد ربنا وحده بس، ولازم أن تبقى مؤمن بكده. الثانوية العامة هي مجرد بوابة من ضمن بوابات كتير جدا جدا ممكن ابنك يخش منها لمستقبله الرائع بإذن الله. أشطر محاسب ومحامي مش خريجين طب ولا هندسة زي ما احنا بنقول عليهم كليات القمة، بالعكس أي كلية تبقى كلية قمة. هقول لك على حاجة غريبة، في دكاترة جامعية مش معاهم ثانوية عامة، في شخصيات عامة كمان كتير مش معاهم ثانوية عامة. في المجتمع أمثلة كتير لناس دخلت كليات القمة ومع ذلك فشلوا، كمان ناس دخلت معاهد أو دبلومات وحققت نجاحات. العلم مهم طبعا مش بنقلل منه، بس في حاجات تانية نقدر نكمل بها. خلينا نقف ونفكر خارج الصندوق، لو كل الطلبة دخلت طب وهندسة مين هيعمل ميزانية الدولة؟ طب قول لي كده، مين هيقف يحارب ويحمي الناس والبلد؟ طب مين هيدافع عن المظلومين وهيجيب لهم حقهم؟ لا، طب وهندسة ليهم شغلهم اللي بيقوموا بيه، تمام؟ خلينا في اللي هيعلمهم، مين هيعلمهم الانتماء وحب البلد وحب الوطن؟ مين هيوصلهم للمرحلة دي؟ أكيد مش لا ده ولا ده، صح؟ في مقولة أنا مؤمن بيها جدا، هي بتقول إن بناء رجل أصعب من بناء مدينة، ابنك هو المدينة التي تبنيها، لا تغرس فيها إلا ما تحب أن تجني في المستقبل. خالص تحياتي.